اهلا وسهلا بحضراتكم، اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه، البيت اللي دايما بنعرف منه كواليس واخبار نادينا الكبير النادي الاهلي. والنهارده ان شاء الله، بس قبل ما اقول فقراتنا النهارده في البيت الكبير، خليني بس اخد جزئيه صغيره جدا على الاحداث الجاريه حاليا، ومش حاليا بس، من امبارح واول امبارح. طبعا قضيه اثيرت بشكل مبالغ فيها جدا، وكان السبب في هذه المبالغه احد اعضاء مجلس اللجنه المؤقته الكابتن محمد فضل. كابتن محمد فضل للاسف يعني حط عباءه المسؤول غير المسؤول بمعنى اصح. طبعا الاحداث كلها اللي شفناها في خلال الفيديو، ومداخله الكابتن سيد عبد الحفيظ امبارح، والدور الكبير اللي قام به النادي الاهلي في البيان اللي بيأكد فيه، اولا قبل ما نتطرق لده، لكن خلينا نقول ان موقف صعب جدا جدا للكابتن محمد فضل. ان انا تابعت الموقف بشكل جيد، كلمت كمان كهربا لم يخطئ، وكلنا شفنا ده على الفيديو من خلال وسائل السوشيال ميديا. كهربا لم يخطئ ولن يعتذر، هي الموضوع وحطه تحت لم يعتذر دي 30 40 خط. الموضوع كله يا جماعه ان احنا داخلين على منحنى خطر جدا. يعني انا مش عايز اخش في تفاصيل، وكلام اتقال كتير جدا على الكابتن محمد فضل واللي عمله، لكن كان في عدم احترام للكابتن محمود الخطيب، كان في عدم احترام لمسؤوليته هو كواحد مسؤول في اتحاد الكوره، اتحاد كبير جدا، في اخطاء كتيره في البروتوكول، فكل دوت. وانا عاجبني جدا ان النادي الاهلي دايما بيقف جنب ولاده، النادي الاهلي هياخد حقه. ازاي النادي الاهلي هياخد حقه؟ اعتقد خلال الساعتين ثلاثه الجايين هنعرف اخبار وكواليس كتيره جدا جدا عن هذا الموضوع، لكن انا بتكلم بصفتي هاني رمزي اللي انا شايف الكلام ده من بره. انسوا كمان ان انا في النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي. انا بصراحه موقف محمد فضل، لا يعني انا بالنسبه لي كان علامه استفهام كبيره جدا 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 جدا، ان بيحط نفسه في موقف صعب جدا، بيحط نفسه بيطلع نفسه من مسؤولية، بيخش في خناقة، وبيخش مع بيزق لعيب، كل دوت يعني مشاهد unprofessional، غير احترافية بالمرة. كل ده سايبينه. أنا عارف إدارة النادي الأهلي، مجلس إدارة النادي الأهلي بيتابع كل صغيرة وكبيرة، جماهير النادي الأهلي عارفة بالظبط إيه اللي بيحصل بشكل كبير جدا، عارفين كواليس كتير. هنتكلم أنا وسام على الموضوع شوية بالتفصيل، تأثير دوت على انضمام كهربا للمنتخب ولا لا، علامة استفهام كبيرة هنتكلم عليها.